في الشؤون العربية أجرى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح سلسلة من اللقاءات في أول أيام زيارته للعاصمة الكونغولية برازافيل المشاركة في القمة الإفريقية المنعقدة بشأن الأزمة الليبية. وتطرقت تلك الاجتماعات إلى مستجدات الأزمة الليبية ودور الاتحاد الإفريقي في حلها. هذا وكان المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية قد تقدم باعتذار رسمي عن عدم حضور القمة التي كان من المقرر أن تتضمن لقاء برعاية لجنة الاتحاد الإفريقي الخاصة بليبيا يحضره رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج والقائد العام خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الدولة عبد الرحمن السواحلي.